أعزائي المصممين، إزيكم؟ النهاردة هيكون عندنا ورشة جديدة هنتعلم فيها إزاي نعمل المشهدين الآتيين دول. زي ما تعودنا هنعمل مشهد صباحي وهنشتغل على طول بعدها على المشهد المسائي. هنمشي خلال كل البروسيس اللي احنا هنبدأ ان احنا نشتغل عليها، سواء الفرش او الإضاءة او السيتنج بتاعت الريندر او البوست برودكشن. فدي الوركشوب بتاعت النهاردة، فيلا بينا. ولو دي أول مرة ليك في القناة يا عزيزي المصمم، فمنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان اول حاجة هنبدأ بيها هي استطلاع كتلة الفراغ اللي احنا هنكون شغالين عليها. هي هتكون بنفس النمط الاتي ده، هو موديلنج بسيط جدا. زي ما انتم شايفين احنا هيكون عندنا جزء من دولاب بنفس الشكل الاتي ده كده، وفي نفس الوقت هيكون عندنا مكتب واجزاء بسيطة من الخشب وشباك. مفيش اجزاء موديلنج مع هدف المشهد ده زي ده، بس زي ما انتم شايفين كده اهو هيكون عندي فتحتين بنفس النمط الاتي ده، هتكون فتحه هندخل منها اضاءه اضافيه، وفي الفتحه الاساسيه دي هيكون داخل منها ضوء الشمس اللي هيدينا الايه الباتري. ممكن نحط هنا سرير، ده حاجه اختياريه في الشوت اللي احنا شغالين عليها، يعني ممكن نضيفه ممكن ما نضيفوش. زي ما انتم شايفين احنا مش ضايفين حتى الاجزاء، يا دوب لانه هيطلع منه جزء بسيط جدا. طيب هنبدا بقى في البروسيس كامله، من ان احنا في البدايه نبدا ان احنا نحط الخامات اللي احنا هنكون شغالين عليها. طيب بالنسبة لخامة الخشب اللي احنا هنشتغل عليها في الشوت دي، نقدر ان احنا ناخدها او نلاقيها في الـ V-Ray Assist Editor تحت الـ Veneer C02 بالسكيل بتاعها اللي هو 120 سنتي. السكيل ده هيكون متطبق على الاجزاء هنا والمكتب والاجزاء الشرايح الاساسية بنفس الشكل الاتي والجزء ده. طيب هنبدا بقى ان احنا نستخدم الخاصيه الجديده او الابديت الجديد اللي في راي نزلته، وهي الكيس كوزمو اللي بيتيح عندنا مكتبه واسعه جدا من اللايبرري احنا نقدر ان احنا نشتغل ايه عليها. فهو ده في الحقيقه اللي احنا هنستخدمه النهارده في يعني بنسبه 90% من الشغل بتاع الشغل. طيب هنبدا ان احنا نتصفح. اول حاجه نبدا ان احنا نيجي على ال 3D موديل، نختار فرنيتشر، نختار شير، نبدا ان احنا ننقي شكل كرسي اللي احنا هنكون يعني شغالين عليه. فهنبدا ندور بنفس الشكل الاتي كده. لو البلوك مش موجود عندنا فهبدا ان انا اضغط على الايقونه دي بحيث ان هو يتحمل. طيب لو البلوك اوريدي موجود في اللايبرري بتاعتنا هنلاقي عليه علامه الصح، ده معناه ان احنا اوريدي ضغطنا داونلود مره وبقى موجود ضمن الايه اللايبرري ايه بتاعي. طيب هنبدا ان احنا نتصفح بنفس الشكل الاتي ده كده. انا شايف ان الكرسي ده هيكون مناسب للشوت دي، هبدا ان انا ريبليس بنفس الشكل الاتي ده كده. يا دوب بضغط ضغطه واحده على الشكل هيبدا ان هو يديني الايه النتيجه بتاعه الشوت اللي احنا ايه شغالين عليه. طيب بنفس الوقت انا هجيبه بنفس النمط هنا كده، وهبدا ان انا اديله يعني روتيشن خفيف نفس الشكل الاتي ده كده، هبدا ان انا اجيبها نفس الايه النمط. طيب نفس الوقت هبدا ان انا ارجع واختار بيبول، نبدا ان احنا نختار حد يكون موجود. ممكن اجي على طول هنا اعمل شو داونلودد للاشخاص اللي انا اوريدي ايه حملته. طيب في الحاله دي هبدا ان انا استخدم بنفس النمط او بنفس الشكل الاتي ده كده، هبدا ان انا ريبليس هنا اهو شخص بعد ما اخلص على طول اهو بنفس الشكل الاتي ده كده، هعمل لها روتيشن خفيف، هبدا ان انا احطها على الايه الكرسي. فبشكل الاتي كده بقى انا حطيت الكرسي. طيب عندنا بقى في السيت اب احنا محتاجين نظبط حاجات، فبرضه هنفتح كيوس كوزمو. تعالوا كده نبص على ال 3D اللي موجود عندنا. طبعا حاجات كتيره جدا نقدر ان احنا نستخدمها، وفي نفس الوقت الفرايتي دي ممتازه، يعني بالذات ان هم اول ما بداوا يبداوا من حوالي اكتر من 400 اسيست، فدي حاجه كويسه جدا، ما بالك بعد سنه او سنتين الموضوع هيكون مختلف تماما. طيب هبدا ان انا احط التلسكوب بشكل اتي ده كده، بس انا شايف ان السكيل بتاعه كبير نوعا ما. اول حاجه انا هعمل له روتيشن نفس الشكل اتي ده كده، وبعد كده هبدا ان انا اصغر السكيل بتاعه. السكيل بتاعه كبير جدا، فانا مش عايز برضو ان هو يكون يعني المين في الشوت بتاعتي، فهبدا ان انا اجيبه بشكل جانبي نفس الشكل اتي ده كده، هيكون مناسب لشكل الشوت بتاعتي. بس في نفس الوقت انا ممكن يعني لو جينا هنا بصينا من المنظور بتاع الشكل، فانا ممكن ان انا اروتيت ده كده بحيث ان الجزء ده يبقى فوق، احاول بقدر الامكان ان انا اجيب له ايه الشكل. فاعتقد كده هيكون مناسب اكتر للشوت ان احنا نبرز الايه بتاع. طيب عندنا المكتب احنا هنحتاج برضو ان احنا نعمله، فبرضو هفتح الكيس كوزمو بحيث ان انا اشوف
ايه الحاجات اللي انا ممكن ان انا استخدمها. طيب بالنسبه للاضاءات، انا شايف ان الاضاءه ليبل تيبل 013 دي ليبل ممتازه جدا. هبدا ان انا اريبليس نفس الشكل الاتي ده كده، هبدا ان انا ارفعها اتاكد ان هي موجوده على المكتب من فوق، اعملها روتيشن بسيط بنفس النمط الاتي ده كده بحيث ان هي برضو تكون ايه موجود. طيب هل معنى كده ان احنا انتهينا من الاضاءات؟ لا، هبدا ان انا اختار برضو اضاءه تانية. بنحاول بقدر الامكان في الورك شوب بتاعتنا ان احنا نمشي البروسيس كامله بحيث ان انتوا برضو تعرفوا البروسيس بتاعت الديزاين كلها، احنا بنكون ماشيين ازاي في كل الاجزاء اللي احنا ايه بنكون يعني شغالين ايه عليه. طيب هبدا ان انا اريبليس اللايت يونت مثلا في المنطقه دي هنا كده بحيث ان هي برضو تكون مؤثرة على الشكل. هبدأ ان انا ارفعها نفس النمط الاتي ده كده زي ما انتم شايفين ده الاجزاء. طيب الموضوع طبعا يعني ابسط وافضل بكتير جدا مع اللايبرري اللي اتضافت جديد، لان مخليه الموضوع اسهل في التعامل، لان الحاجات البسيطه دي طبعا انت عشان تبدا ان انت تدور على البلوك او غيره او يعني كانت بروسس طويله جدا ان انت حتى عشان تمبورت حاجه، دلوقتي بضغط زرار واحده تقدر ان انت يعني تدخل كل الايه الخامات او اللي هو الحاجات الجاهزه دي ايه مره واحده. طيب هبدا ان انا اخد البيلو دي وهبدا ان انا اضيفها في المنطقه دي هنا كده، لكن طبعا احنا عندنا اوريدي تعديلات احنا كده كده ناويين ان احنا ايه نعملها على الديزاينز اللي موجوده ايه هنا. طيب انا هبدا ان انا اكبر هنا السكيل يعني جزء بسيط نفس الشكل الاتي ده كده اهو، وهبدا ان انا احطها في المنظور. عايزكم بقدر الامكان تكونوا متابعين ان احنا بنفرش من كل المساقط، لكن طبعا عشان ده كله في الاخر بيكون بيسبورت السين النهائيه اللي احنا هنكون ايه شغالين عليها، سواء تكستشرنج بروسيس اللي احنا بنكون ماشيين عليها او في نفس الوقت عمليه الفرش. انت كل ما اهتميت بالقدر بتاع الديتيلز بتاعتك كل ما كان الشوت شكلها افضل وواقعيه اكتر بالنسبه للايه للعمل. طيب هبدا ان انا اضيف تابلت وهضيف كتاب مثلا على الاجزاء مثلا بتاعت المكتب بحيث ان احنا برضو نكون قفلنا المكتب، ننقل على الدولاب نحاول ان احنا نضيف يعني اجزاء بسيطه كده فيه تبدا ان هي تنطق السين بتاعنا ايه شويه. طيب هبدا ان انا ادور هنا على تابلت مثلا من الحاجات اللي انا محملها اهو، وهبدا ان انا اجي على المكتب اشوف بالظبط المكان اللي انا هكون يعني عايز ان انا احط عليه بتاع. هبدا ان انا بنفس الشكل الاتي ده كده بعد ما حطيناها هعمل له روتيشن بسيط برضو يكون، لان انا اتجاه الكاميرا بتاعي هو من نفس الاتجاه ده فانا عايزه يكون ظاهر بالنسبه للكاميرا في الايه في الشغل. طيب هدور على مجازين او كتب بحيث ان هي تتحط يعني برضو يعني البروسيس بتاعت الفرش بقدر عام تختلف من شخص للتاني على حسب الديزاين والستايل بتاع الانتيريور اللي انت مختاره، هيفرق معاك كتير يعني في اختيار الايه الحاجات دي. طيب هبدا ان انا احطه بنفس الشكل الاتي ده كده. طيب انا عندي الجزئين دول السين اتحط بعيد عن المكتب وانا عايزهم يكونوا ملامسين للمكتب، فبنفس الشكل الاتي ده كده هبدا ان انا اقرب الحاجات للسطح بتاع الايه المكتب بقدر الامكان. طيب هيكون عندنا برضو حاجات تانية هبدا ان انا اضيفها في باقي السين، يعني انا مثلا عندي الدولاب فاضي فانا محتاج ان انا اضيف هنا شويه حاجات برضو في نفس الوقت املى او احاول ان انا املى بقدر الامكان الاماكن ايه دي. طيب اصفح على طول الكيس كوزمو وابدا ان انا ادور مثلا على كتب او اسست انا اقدر ان انا اضيفها عشان تغير الشكل، فكان في مجموعه كتب هنا نبدا ان احنا ندراج كده نحس ان احنا ندور عليها. انا شايف مجموعه الكتب دي مناسبه ان انا احط يعني مجموعه الكتب دي هنا مره واحده على طول، طبعا زي ما قلت لكم احنا عايزين الاسست هنا. انا برضه هبدا ان انا اجي كده اصغر السكيل شويه عشان تفت في المكان اللي احنا ايه عايزين نحطه فيها اللي هو هنا ده كده، ممكن برضو اكبر سكيل سنة، فبنفس الشكل الاتي ده كده ممكن برضو يعني حاجة بسيطة، وهبدأ ان انا ارجعها بحيث ان هي تكون داخلة هنا من التوب بلان في الايه المكان بتاعها. تعالوا كده نبص على البرسبكتيف زي ما انتم شايفين هو كده ملا الايه الفراغ اللي موجود. طيب تعالوا بقى ندور على اي حاجة تكون فيها ديكوريشن يعني بسيط للاشكال دي بحيث ان احنا نبدا ان احنا نشتغل عليه. يعني مثلا انا برضو عندي الكتب الصمت ان احنا ممكن نحط مثلا كتب هنا في نفس الشكل ده. دايما اتاكد وانا بريبليس اي حاجه ان الحاجه دي فعلا اتحطت في ايه في مكانها، يعني ابعاد برضو السكيل كل الحاجات دي بتفرق كتير جدا في الديزاين، فدايما بعد ما اضيف اي حاجه دايما هتلاقوني ان انا ببص على البرسبكتيف
او على المساقط اتاكد ان الحاجه دي اوريدي بقت ريبليست في ايه مكان. برضو هرجع برضو لكيس كوزمو، انا شايف الكاندل دي من الحاجات المميزه جدا، البلوك ده ممتاز قوي، حتى في الريندر بتاعه مميز، بيضيف برضو لمسه لطيفه جدا للديزاينز، فانا هستخدمه برضو النهارده. ابدا ان انا اجي كده اهو، ابدا ان انا اريبليس الجزء ده. طيب ممكن نضيف برضو حاجات يعني قصريات زهور صغننه بحيث برضو ان هي تضيف للجزء. طيب بس قبلها انا هضيف الطائر ده، الطائر ده من اشهر تقريبا بلوكات ال 3 دي، تقريبا ما شفتش اي سايت معلقهوش الطائر ده، فاحنا برضو هنضيفه نفس الشكل، هنصغر بس السكيل بتاعه بحيث انه يكون فيت للايه للديزاين بتاعنا. ادي اهو، بعد ما اتاكد ان هو يعني من اول مسقط بنبص عليه بتاكد ان انا عملت له ريبليس، ببدا ان انا اشوف على طول على المسقط اللي بعده اتاكد ان هو فعلا في مكانه الايه الصحيح، ابدا ان انا اروتيت ده نفس الشكل الايه الاتي كده، فده بقى كده عندي ايه مناسب. طيب للمسات الاخيره هبدا ان انا ادور بقى على زي ما قلنا زرع، حاجه بسيطه تكون فيها مثلا زرع. طبعا زي ما قلنا الحاجات دي كلها قابلة للتعديل، احنا ممكن نستخدم الحاجات دي وممكن نستخدم برضو الاسيست اللي بره ايه اللايبراري بتاعت ايه في ري، لكن بما انهم ضافوا اللايبراري فدي حاجة كويسة جدا ان احنا نستخدمها عشان تسرع معانا البروسيس اللي احنا اوريدي كنا شغالين ايه بيها. طيب هبدأ اضيف زرعة بنفس الشكل اللي كده، انا هضيف منها اتنين في الحقيقة، لكن في البداية هبدأ ان انا اطلع عشان ما عيدش البروسيس كلها، هبدأ ان انا اطلع وانزل، فهظبط واحدة في مكانها على طول وهروح جاي واخد منها ايه كوبي، هعملها روتيشن، حاول ان انا اطلع الشكل ده بره شوية، حاول ان انا ارجع دي برضه، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكسر موضوع السيمترية في الديزاينات، يعني ديزاينز بقدر الامكان ما ينفعش نبان ان هي مرتبة ونظيفة قوي، لا الموضوع ده مش رياليستيك ومش عملي، انه في الواقع الدنيا او الحقيقة ما بتكونش مثلا ايه كده، الحاجة ما بتكونش الاسطح ما بتكونش بالنظافة دي يعني كل التفاصيل الايه التانية يعني. طيب هبدأ ان انا اخد برضو من هنا، هاخد الكتاب او مجموعة الكتب دي على الرف الخامس مثلا، هبدأ احسب ان هو 1 2 3 4 5، فهبدأ ان انا اخد على الرف على طول اللي فوق الايه الكندل، فانا ممكن اوقفه على الرف ده نفس الشكل كده، ممكن اعمل زوم عشان اتأكد ان هو نوعا ما مطابق. نفس الشكل الاتي ده كده. طيب بالنسبه بقى للاضاءات، زي ما احنا يعني متعودين في الورك شوبس بعد التحديثات الجديده بتاعت في ري 5، فاحنا الموضوع بقى زي ما قلت لكم بقى اسهل جدا، فانا على طول هبدا ان انا افتح اللايت جين وادي له ان هو يولد لي السيناريوز، ومن بعد ما يولد لي السيناريوز هبدا ان انا اختار لايت سيناريو على طول هو اشتغل عليه، يعني انا بسيبه ان هو يولد الفرايتي بتاعت السيناريوز دي وبعد كده ببدا ان انا اختار منها. يعني انا هبدا دلوقتي ان انا احاول بقدر الامكان اختار لايت سيناريو يكون مناسب ويعكس لي الاجزاء، بحيث ان انا الاجزاء دي اقدر ان انا ايه اضيف عليها. زي ما شفنا كل اللايت سيناريوز دي احنا نقدر ان احنا نغير فيها براحتنا، ان احنا بس بنخليه بيقوم بالوظيفه الاولى اللي هو يحط الاتش دي ار اي، يختار مناطق محدده، فانا يكون عندي فرايتي في الاختيار ما بين الايه يعني الديزاينز المختلفه دي، فبيكون عندي بساطه اكتر في ايه في الموضوع بتاع اختيار الايه التصميم. فانا في الحاله دي هبدا ان انا اختار لايت سيناريو، يا دوب بنضغط دبل كليك على الموضوع. طيب انا لو قفلت الموضوع ده كده ورحت جاي فاتح هنلاقي اللايت جينز اوريدي موجوده، الا لو انا جيت رحت جاي عامل ايه ريست ليها، هنرجع طبعا للقائمه الرئيسيه وابدا ان انا اولد لايت سيناريوز مختلف. طيب بالنسبه للاضاءات الثانيه اللي انا هضيفها بقى بالنسبه يعني للمشهد اللي انا شغال عليه ده دلوقتي، فانا يكون عندي مجموعه ثانيه من الاضافات محتاج ان انا اضيفها. طيب من الطبيعي ان انا طالما خلاص عندي وحده في الحائط، فانا ان انا هضيف لها سفير لايت بنفس الشكل اللي كده، فانا خلاص كده عندي سفير لايت، بس نتاكد ان هي اتعمل لها ريبليس في المكان اللي الصح زي ما انتم شايفين اهي، ده معناه ان ما اتعملهاش ريبليس في المكان الصح، فابدا ان انا انزل السفير لايت تكون نفس النمط الاتي ده كده. طيب هعمل سفير لايت تانيه هيكون مكانها برضه بنفس النمط الوحده بتاعت الايه الاضاءه دي. طيب هبدا ان انا هل احنا محتاجين زي زمان ان احنا نعدل الاضاءات بتاعت السفيرز والانتنسيتي والكلر؟ لا لا لا، الكلام ده كله ما بقاش ليه اهميه كبيره بعد التحديث بتاع في ري 5، احنا يا دوب بس بنحط يعني بنريبليس الاضاءات وبعد كده الموضوع خلاص بقى اسهل مما يكون، لان انا كده كده بعمل الجزء بتاع الاضاءات ده في منطقه ايه
بتاعت الايه البوست بلاكش تايم. هبدأ ان انا اجي بنفس الشكل الاتي ده كده، هبدأ ان انا اعدل الاضاءة، هجيب الاضاءة بزاوية ميل كده شوية، هبدأ ان انا اقرب الشكل اهو بنفس النمط الاتي ده كده، بحيث انه يكون داخل من الشباك وفي نفس الوقت بزاوية ميل اهو. ممكن نظبط زاوية الميل مثلا على نفس الشكل الاتي ده كده، فادي اهو هبدأ ان انا ارفع الايه الاضاءة نفس الشكل الاتي ده كده، وهبدأ ان انا ايه اركب. دي الاضاءات الاساسية اللي احنا ضفناها، بس برضو هحتاج ان انا اضيف سفير لايت هنا، دي هنحتاجها في الشوت المسائية، ان هي تضيف لي زي تعزيز للمشهد، لان انا هحتاج انه يكون موجود عندي مثلا حاجة بتدي ريفليكشن بره بالليل في المشهد الايه المسائي. طيب انا عندي شوتين زي ما انتم شايفين كده اهو، دي الشوتين اللي كانوا موجودين معايا. طيب بعد كده بنبدأ ان احنا نظبط السيتنج، يعني عندي في الريندر المنت ضروري ان انا اضغط كليك يمين واكون معلم على اللايت ميكس، يعني لازم نضيف اللايت ميكس، لان 90% من جزء تعديل الاضاءات كله او المانيبيوليشن اللي احنا هنعمله في الكالر سيناريوز المختلفه هيكون من خلال الايه اللايت ميكس، فضروري ان احنا نختاره يكون موجود في الايه في الاسس دي. طيب بعد كده هبدا ان انا اظبط السيتنج بتاعت الاضاءه في الحاله بتاعتي، انا يعني دايما بخلي الكواليتي فيري هاي بالنسبه للريندر اوتبوت، ده على حسب الجهاز بتاع كل شخص. محتاجين ان احنا نرجع للقناه هنلاقي فيديو بيتكلم عن امكانيات الجهاز، ده بيتم من خلال حاجه اسمها في راي بنش مارك، ده برنامج بيقيس سرعه الجهاز، يقول لك انت هل بالنسبه لك السي بي يو ولا الجي بي يو اسرع، يعني باختصار بسيط بيقول لك البروسيسور بتاعك ولا كارت الشاشه هو اللي انت تستخدمه في الايه الريندر. وكذلك بالنسبه للريندر اوتبوت احنا بنقول ان الموضوع ده حسب قدره كل جهاز، يعني ما يجيش مثلا يكون معايا لابتوب وابدا ان انا اشغل ريندر عليه 4K، طبعا انت كده بتعرض جهازك ان هو ممكن يتحرق، او 2K برضو انت بتعرض جهازك للود ايه كبير. احنا في حالتنا احنا بنستخدم ورك ستيشن، فانا احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نحط الريندر اوتبوت على 2K او 1K اللي هو 1080 مثلا للايه ال اتش دي. طبعا بالنسبه لنا هنكون الاسبيكت ريشيو بتاع الصوره هنا لانها صوره صغيره، او مش صوره صغيره صوره طويله، فاحنا بنستخدم وضع البورتري. طبعا لو احنا غيرنا وضع البورتري او باي ديفولت لما نيجي نفتح البرنامج هنلاقيه محطوط على وايد ايه سكرين، وضروري جدا بعد ما نبدل للبورتري لان هنلاقي النسبه دي صغيره جدا ان احنا نرفعها مثلا على الالف. الفريم اللي ظهر قدامنا ده هو السيف فريم، لكن ده قد يكون مخادع جدا في اوقات كتير، فضروري ان احنا نعمل ماتيريال اوفر رايد ونعمل تيست ريندر نتاكد البدايه هل الشوت بتاعتنا دي مظبوطه ولا ايه مش مظبوطه. زي ما انتم شايفين اهو ده شكل المشهد، انا طبعا عندي زجاج هنا على الازاز فمحتاجين ان احنا نعمل له اكسبكت، لكن طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نتست لانه اوريدي كده كده احنا بنتست الماتيريالز او البلوكات الجديده بتاعت الايه الفي راي كوزمو، احنا اوريدي تراستد في في راي لانها بتستخدمه بقاله فتره كبيره جدا. طيب هنبدا ان احنا ندي الريندر النهائي للشوت، بعد الريندر النهائي تعالوا بقى نتابع البروسيس واحده واحده لحد ما نطلعها ونعمل لها البوست برودكشن في المراحل الجايه. بعد انتهاء الريندر هنبدا ان احنا نظبط المشاهد. طيب المشاهد عندنا دايما بعد ما بنخلص بنقسمها لجزئين، جزء هو المشهد الليلي وتاني حاجه المشهد الصباحي. طبعا بنتاكد ان احنا واقفين على السورس لايت ميكس وان احنا واقفين على اللايت ميكس عشان نقدر ان احنا نتحكم. هنبدا ان احنا نضيف كل الاضاءات اللي موجوده، وابدا ان انا احط الاضاءات الاساسيه اللي كانت ايه موجوده في الشكل، وابدا ان انا اظبط فيها ايه الارقام بتاعتها. فانا هاجي مثلا عند الاضاءه الليليه هحاول ان انا اخد درجه تكون قريبه مثلا للازرق شويه، وفي نفس الوقت هديها 40 بحيث ان هي تديني سفيريكال لايت في المحيط بتاع البيئه ايه بتاعتي. طيب بعد كده هبدا ان انا اجي على الميش لايت، هبدا ان انا افعل الميش لايت. احنا طبعا هنكون شغالين على المشاهد المسائيه كبدايه. طيب وهبدا ان انا اجي ارفع الانتنسيتي بتاعتها ل 2 نفس الشكل الاتي ده كده، بعدين هاجي على اللايت جين دوم اللي هو هيديني يعتبر اكبر تاثير على المشهد، بس في نفس الوقت انا محتاج ان انا انزله ل 0.1 لسه برضو مديني تاثير بس انا عايز اكسره. فانا هاجي عند اللون وهبدا ان انا اختار لون يكون دارك فاليو مثلا من الدرجات بنفس الشكل الاتي ده كده، بحيث ان هي برضو تكون مدياني بره إضاءة محورية بس في نفس الوقت هي مدياني التأثير الليلي ورا الزجاج، وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين مثلا في منطقة زي دي مدياني برضو شيد لطيف على الشكل. تعالوا كده نشوف اهو، ده طبعا اللي هي الإضاءة الليلية، بس هما الاتنين مع بعض بتديني الجزء اللي ورا الايه الزجاج. طيب بعد كده ممكن ان انا اشغل باقي الاضاءات وارجع للريكتانجل لايت بحيث ان احنا ايه نعمل كل الايه الاجزاء دي واحدة واحدة.
اشغل السيلف الومينيشن بحيث ان هو يقيد لي لاي حاجه فيها الومينيشن طبيعي. انفايرمنت برضه هشغلها. اللامب تيبل دي هنرجع لها لان انا كده كده لسه حاطط لها اضاءه. الكاندل بنفس الشكل اللي ده كان شايف ان الاضاءه بتاعتها ضعيفه، فانا هرفع الانتنسيتي بتاعتها 10، لا كده 100، فانا هرفع الاضاءه ل 10 بنفس الشكل اللي ده كده. طبعا فرق كبير جدا بيخلي الاضاءه في المشهد برضه تكون صريحه واوضح في نفس الوقت للايه الاجزاء دي. طيب هاجي عند اضاءه الاباجوره، هقيد اضاءه الاباجوره بنفس الشكل الاتي ده كده، بس في نفس الوقت انا محتاج ان انا اغير دي من البريسيتس الجاهزه لحد ما اشوف حاجه مناسبه. مثلا هستخدم التو افتر سان رايز مثلا، او ممكن نستخدم 1 اور افتر ايه سان رايز. انا هكيد مع دي، بس في نفس الوقت انا ممكن ان انا ارفع الانتنسيتي بتاعت الشوت بتاعتي مثلا هنا الاثنين. تعالوا كده ان احنا نجرب، انا شايفها سوليد قوي، ممكن نجرب واحد شايف مناسب قوي. هنشغل بقى الاضاءه اللي هي الايه اضاءه اللمبه المعلقه. طيب تعالوا كده نجرب ان احنا ندي التاثير بتاعها، هيكون زي ما انتم شايفين احنا ممكن ندي اكتر من تاثير على المشهد. انا هجرب درجه من درجات الايه الاخضر كنوع من الايه من التنويع، او مثلا ما بين الاخضر وما بين الايه، بحيث ان هي تديني دايفرستي شويه في الايه في الاجزاء. وبرضه في نفس الوقت انا هرفع الايه الانتنسيتي بتاعتي مثلا ل 1.5 زي ما قلنا. الريكتانجل لايت انا كنت هقيله، بس هقيله في الاخر زي ما انتم شايفين التاثير بتاعه شديد جدا. طيب فانا عشان اكسر الشده بتاعته دي انا محتاج ان هو يديني الجزء بتاع الكسره الليليه بشكل قوي. فزي ما انتم شايفين عامل لي هنا ريفليكشن وعامل لي هنا ريفليكشنز لطيفه قوي. ممكن ان انا انزل انتنسيتي، اجرب الاول اشوف وانا بنزل انتنسيتي هل لا انا شايف ان احنا نرجعها واحد زي ما كانت، مدينا تاثيرات لطيفه زي ما انتم شايفين. هنا في شيدنج، هنا في برضو شيدنج اهو، فمديه كومبليتلي السين. طبعا الجزء ده زي ما قلت لكم احنا ممكن ان احنا نغيره اهو زي ما احنا عايزين ما بين الكالر سيناريوز المختلفه. احنا ممكن ان احنا نضيفه برضو على الدرجات الاصفرات بحيث ان تكمل المشهد، بس في نفس الوقت لو احنا عايزين نكسر المشهد بازرق ممكن ان احنا نكسره. فاحنا ممكن نستقر مثلا على لون زي ده بحيث ان هو حيادي شويه في المشهد. طبعا اللايت سيناريوز المختلفه تقدر ان انت تولد يعني كم لا نهائي من السيناريوز بتاعت الاضاءه باللايت ميكس. وممكن ترجعوا للورك شوب بتاعت الفي راي 5 هتلاقوها على الشانل موجوده، بحيث ان انتوا تجربوا اللايت سيناريوز المختلفه، ان انت شوت واحد تقدر تطلع منها فوق الاكتر من ال 20 لايت سيناريو او شوت مختلفه بطريقه تعرض ايه مختلف. فدي كانت السيتنج بتاعه الايه اللايت المسائي. هبدا ان انا اسيف مثلا كده اهو نفس الشكل الاتي ده كده، انا هسيف. طبعا هنلاحظ بقى ان انا عندي هنا في زي حاجات بسيطه كده، دي ناتجه عن ان هي دي اماكن الايه ضوء الايه الشمس. طيب فانا عايز اتفادى الكلام ده، ما انا مش عايز يكون في نغوشه في المشهد بتاعي وانا شغال. فده ساعتها بعد ما بنولد السيناريو باجي لو انا عامل الشوت بقى المسائيه بعد ما اظبط الاعدادات المسائيه، انا كده بتست بس. بعد كده بروح جاي طافي السان لايت اصلا من المشهد بتاعي، وابدا ان انا ادخل النسب دي بنفس الشكل. يعني كاني هرجع على الاسيت اديتور هنا واجي على اللايت واروح جاي طافي الايه الدوكيمنت ايه لايت بتاعت الايه الفيري الاساسي. طيب بعد ما بنخلص المشهد بقى هبدا ان انا اخد المشهد نفس الشكل الاتي ده كده وادخله على الفوتوشوب عشان نبدا ان احنا نظبط الايه البوست برودكشن. طبعا هستخدم زي ما قلنا براشز جاهزه للاجزاء بتاعه البوست برودكشن. فتعالوا كده نتابع واحده ايه واحده. هبدا ان انا اخد بنفس الشكل الاتي ده كده اهو، حاول ان انا اخد لون نفس الشكل الاتي ده كده اهو، كنترول تي، حاول بقدر الامكان يكون على طول يعمل كوزينس كده بنفس الشكل اهو، وهاخد منه كوبي، نحاول بقدر الامكان كليك يمين فليب هوريزونتال بحيث ان انا اجيبها بنفس الايه الشكل او النمط لحد المكان ايه هنا كده اهو. لكن في نفس الوقت انا محتاج ان انا اتاكد انه جنب الدولاب ده مش هينور منه اي حاجه، فانا هعمل سيلكشن بنفس الشكل الاتي ده كده وهعمل ديليت، لان طبعا ده ورا الدولاب فهو ليفل ورا فمستحيل ان هو ياثر ايه عليه. لكن الحاجات دي بتدي بس ديتيلز صغيره بتكون مهمه قوي في الايه الاجزاء. طيب انا هفضل على نفس البرش لحد ما اخلص كل الحاجات اللي انا هشتغل ايه عليها. دايما اتاكد ان انا بعمل لير جديده وانا شغال اهو، بحيث ان هي ما تتاثرش او تديني ايه ريفليكتد إيه. ممكن اجي هنا كده بنفس الشكل الاتي ده كده اهو، هنكبر بحيث بس ان هي تديني التاثير اللي انا محتاجه على الايه على المشهد. ممكن ان انا اقلل برضو هنا الاوباسيتي
طبعا كل الايدتس دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنشتغل عليها عشان برضو المشهد يكون ايه بارز معانا ايه اكتر. اهو ممكن ان احنا نعمل ده كده بنفس الشكل، وهبدأ ان انا اصغر كل الاجزاء دي كده اهو لحد ما توصل فين اهو، مثلا دي اللايت هنا مثلا اهو. ان الحاجات دي بتفرق كتير جدا في المشهد بتاعنا. حاول برضو بقدر الامكان ان انا امسح اي زيادة مثلا مش افكتد على الشكل. ممكن برضو زي ما انتم شايفين كده لو زودت هلاقي ان هي ايه زادت معايا، ممكن اسلكت الاتنين واقلل وسطي اكتر، وفي نفس الوقت احاول ان انا اهو اكون منصف الدنيا في الايه المنطقة دي. طيب هبدأ ان انا افتح برضو لير جديدة، اختار مثلا السان ريز رقم 4 دي، وهختار لها مثلا اللي هي الدرجات، درجة مثلا من درجات الرمادي او مش الرمادي البنفسجي اهو ده نفس الشكل كده. ممكن اضغط ضغطتين اهو واضغط كنترول تي على الضغطتين بحيث ان السفيريكال ده يبقى موجود فين هنا. ما ننساش ان انا عندي على الاطراف هنا اهو، محتاج ان انا امسح الاطراف دي عشان تبقى باينه اكتر في نفس الوقت مدياني الواقعية ان انا طبعا في خطوط مش عارف هي باينة عندكم ولا لا، بس هي باينة قدامي اهي صريحة يعني زي الخط اللي موجود ده. فانا محتاج ان انا اظبط كل الحاجات دي. برضو هنا الخط اهو باين ان هو صريح، محتاج امشي عليها على البراش، او ممكن ان انا اعمل لها فلتر وجيسون بلور فلتر يقدر برضو ان هو يعفيني من كل الايه الاجزاء دي. دي هنا مسطرة مش محتاجينها. طيب دي كانت من ضمن التأثيرات اللي احنا ممكن ان احنا ايه نشتغل عليها. طبعا عملية البوست برودكشن مفيش بروسيس محددة، انت بتشوف يعني بتكون بقدر كبير بتتبع النمط بتاعك او التغذية البصرية اللي انت معتمد عليها عشان تطلع مشهد يعني قوي او مناسب للايه الشغل بتاعك. انا هناخد مثلا كده اهو، هبدأ ان انا اجي اعمل كده اهو مثلا نفس الشكل كده. هنا هديها روتيشن بسيط، ممكن هنا نجرب ان انا اعمل لها زي كلر سيناريو او مثلا البليند مود. انا شايف ان هي كده لطيفة، بالعكس احنا ممكن كمان نضيف لها زي توهج مثلا بسيط ممكن ان احنا نضيفه من اللايت ليك. فادي اهو مثلا يعني لايت ليك بسيط مش هيضر في الشكل اهو، نفس الشكل الاتي ده كده بنعدل الاجزاء دي، وهاخد اللايت ليك هنقله للمنطقة هنا ده من هنا. وهبدأ برضو زي ما انا قلت لكم في البداية ان انا بستخدم براش كتير قوي في البوست برودكشن اللاينز دي، بحيث ان انا ابلند الخطوط والحاجة دي بحيث ان السين يبقى برضو ايه في اضاءة اكتر. وفي نفس التأثيرات دي بتفرق كتير جدا جدا منك وانت شغال، هل الحاجة دي مناسبة ولا مش مناسبة، هل انت محتاج ان انت تعمل حاجات اكتر من كده ولا لا. زي مثلا هنا مثلا اهو هاجي هقف على الجزء ده واضغط كنترول تي، لا احنا محتاجين اول جزء احنا اشتغلنا عليه مثلا ده كده اهو، ومحتاج ان انا اخلي مثلا الفيد بتاع التأثير يمشي كده، بس في نفس الوقت انا محتاج اعرف ان هو مش هيأثر مثلا على المنطقة دي اهو كده. فابدأ ان انا امشي لان هو ده من وراها يعني كل التأثيرات دي اخيرا هتعمل لسعة ايه اضاءة، فهتكون مأثرة على الشكل او الشيد من ايه من بره. طيب ممكن اجي اقف هنا اتأكد هنا ده لير واحدة، هنقلل الاوباستي بتاعتنا. فزي ما انت شايفين ده كده بقى الشكل الايه النهائي للشوت الليلية بعد ما عملناها الايه البوست بتاعتك. طيب تعالوا بقى نرجع على المشهد برضو بتاعنا اهو، وهنعمل هنا اهو ريست. خلاص انا دلوقتي عايز ضوء النهار، فانا هظبط بقى تفاصيل المشهد بتاعتي دلوقتي عشان اطلع الشوت النهاريه طيب او الصباحيه. طيب اضاءه ليليه دي انا مش هستخدمها، وممكن انا اسيبها ايده بس ان هي تدي بلور افكت خفيف كده. ميش لايت طبعا هشغل الميش لايت لانه ده من الحاجات اللي ظاهره في ضوء النهار. راين دوكيومنتد سن مفيش مشكله. اللايت جين الاساسي بقى ده بقى طيب هطفيه في الاول اشغل الريست اللي هي الضوء بتاع الشمس. طيب هكسر ضوء الشمس ده بالايه مثلا الكلير سكاي مثلا نفس الشكل، او مثلا الكلير سكاي شيد مثلا نفس النمط اللي قلت ده كده، بحيث ان انا لما اشغل مع اللايت جين اقدر ان انا اكسر الاثنين اهو بنفس النمط. الكلير مثلا سكاي يكسر لي الشده بتاعت الايه الاصفر الشديده اللي كانت ايه موجوده. برضو ممكن اشغل
اهو ريكتانجل لايت برضو. لا انا شايف ان احنا برضو نقدر ان احنا نكسر، يعني نقدر نكسر الشوت برضو. فنجرب اكتر من بريست لحد ما نحس ان هو ايه. لا انا شايف مثلا البريست ده ممكن يكون مناسب. لا جرب اكتر بريست يكون عملي، مثلا كلاودي سكاي مثلا اهو. ممكن برضو ان انا اجي هنا اجرب ان انا ارفع الانتنسيتي، شايف ان هو مديني تأثير كويس. لا ممكن نخليها مثلا 1.5 بالكتير. اللايت جين اساسي تعمل نرفعه لـ2، هيدينا هنا برضو في هايلايت بيرن كبيرة قوي من نفس الشكل هنا لو خدتوا بالكو. فانا ممكن ان انا الريسيت ده ممكن انزلها 0.8. يعني احنا بنجرب سيناريوز، مفيش حاجة مثلا محددة واحنا بنكون ايه يعني شغالين ايه عليها. دي الإضاءة المعلقة برضو مش هنشغلها، هنشغل الحاجات الأساسية زي السيلف انيميشن، برضو الحاجة دي تبان. ممكن نيجي عند اللمبة إضاءة الأباجورة، مش هحتاج إن أنا أشغلها لأن أنا طبعا المود اوريدي دلوقتي إيه صباحي، فأنا مش محتاج إن أنا أعمل ده برضو عشان نبين بس شوية لسعة إضاءة هنا بحيث إن هي تبقى باينة. فأنا ممكن أجرب 2، ممكن أجرب فاليو 3. أنا شايف فاليو 3 هتكون مناسبة أكتر للشكل اللي إحنا إيه شغالين عليه. طيب هاجي عند الكاندل برضو، ممكن أرفع الإنتنسيتي لـ5 بحيث إن هي تدي بس لسعة خفيفة كده تبقى باينة يعني من وسط الإيه الحاجات اللي اوريدي ايه موجودة. طيب ببدأ ان انا ابص على المشهد، هل في حاجات مثلا انا محتاج ان انا اظبطها ولا لا. اجي مثلا هنا عند الفيميتك تون انا مقلله، فانا مثلا اشوف لو رفعته لواحد هيديني اجزاء اكتر، عندي هايلايت عالي، فانا ممكن ايدت الحاجات دي على فوتوشوب بسهولة بحيث ان انا اكون مظبط الايه الحاجة اكتر. بس في نفس الوقت بأدي زي تشيك نهائي، هل الحاجة اللي انا عملتها دي مناسبة ولا لا. يعني ممكن اجي مثلا على الريكتانجل لايت اشوف اجرب سيناريوز بعد ما انا خلاص انا بقفل، هل مثلا الجزء بنطاق الابيض هيكون مناسب ولا احاول ان انا ادي يعني زي لسعه متوسطه مثلا النون سان ليت، بحيث ان برضو ابان ان انا عندي ده ضوء شمس، فدي اكيد وقت ظهر او وقت قبل العصر بشويه، فحاول برضو ان انا ما اخليش الدنيا برضو ايه كلاودي شويه. طيب بعد ما اخلص الاجزاء دي كلها هبدا ان انا اسيف اهو، هبدا ان انا اسيف بحط اي اسم خلاص. طيب وبعد ما نسيب برضو هندخل الاجزاء اللي احنا اشتغلنا عليها دي دلوقتي على ايه على فوتوشوب، بحيث ان احنا برضو يكون عندنا اهو نفس الشكل الاتي ده كده دخل. طيب انا شايف ان الصورة دي برضو هعمل لها كروب من الجنب ده، لان الاجزاء دي فاضية احنا ما لقيناهاش في الريندر، فمفيش داعي ان احنا ايه يعني. هضغط كنترول شيفت عشان يفتح لي الكاميرا رو فلتر، وممكن بقى ان انا اظبط كونترست شوية اكتر، شادوز برضو ممكن اقللها، عندي الهايلايت برضو انا عندي بيرن كبير قوي فيها، فانا هحاول اقل يعني اقلل الهايلايت حاجة بسيطة برضو، انا مش عايز بس برضو هزود معاها الابيض. بلاك فاليوز هقللها شوية برضو هيدينا ايه يعني تأثير اهو، يعني ده قبل ده بعد مدياني تأثير او افكت حلو انا محتاجه في الديزاين برضو عشان يكون ايه اقوى معايا في الديزاين. طيب هبدأ ان انا اجي هنا اهو، انا عندي الاجزاء دي كده كلها الابيض انا مش محتاجها، فانا الاجزاء الابيض دي هبدأ ان انا اعمل لها ايه، هبدأ ان انا اشيلها خالص عشان هحط باك جراوند موجودة هنا في الشكل. طيب ده معناه ان انا هعمل ديليت نفس الشكل الاتي ده كده، بعدين هعمل لير تحتها باللون الابيض، بعدين هامبورت الصورة بتاعت الايه ادي مثلا كده اهو، بعدين هاجي امبورت الصورة بتاعت مثلا المباني اهو نفس الشكل اللي كده زي ما انتم شايفين اهي، هي بره في الباك جراوند، بس برضو هحاول برضو بقدر الامكان ان انا اظبط لها مثلا ايه البرسبكتيف بتاعها بنفس الشكل اللي كده اهو، اللي هو تحاول ان انا بجيبها بزاوية ميل يعني شوية تظهر الايه الاجزاء اللي موجود اهو. طيب هل انا هسيبها على نفس النمط؟ لا انا هقلل الاوباستي بتاعتها جدا نفس الشكل، عكس احنا ممكن نعمل كده اهو كده، اضغط الصورة سنة بسيطة بس عشان ابين جزء اكبر من المدينة، واقدر برضو اقل اوباستي اكتر من كده. هعمل لير جديدة بقى واعمل بقى الصن ريز بقى اللي احنا ايه شغالين عليها. فانا هاجي مثلا اخد صن ريز 3 مثلا، هاخد الكالر ده مناسب مثلا بالنسبة لي اهو، لا انا شايفه ان هو ابيض اكتر زيادة عن اللزوم، ممكن نحوله اصفر شوية كده اهو كده كده اهو. لا ممكن ان انا ارجع بنفس الشكل الاتي ده كده اهو،
فادي الريز مناسبه، انا هديها دوبليكيت وبس دي مع بعض، بحيث ان انا اقدر اتحكم في الايه الاجزاء اهو. كونفرت سمارت اوبجكت، سواء اللون مناسب معايا او مش مناسب، انا بقى هحتاج ان انا ايه نحاول ان احنا نسلكت بقى المنطقه مثلا دي كده اهو، عشان اجي هنا من على الريس وامسح المنطقه ايه دي، لان زي ما قلنا الايفكت ده جاي ورا مش جاي مأثر على الشكل من قدام. طيب هاخد لايت ليك، هعمل لير جديد عشان اطبق اللايت ليك دي. هاخد هنا لون يكون اقرب شويه من اللون الاصفر ده، لان اللون الاصفر ده مش افضل حاجه. انا هحاول اخد ان انا اخد درجه كده، نفس الوقت اصغر. انا شايف الدرجه دي احسن بكتير من الدرجه اللي ايه قبلها. هاجي على اللير الجديده اللي انا عملتها اهو، وابدا ان انا اجي اهو بنفس الشكل الاتي ده كده، هكبر ليك، احاول ان انا اظبطه كده جاي من ايه من فوق، بس مش في نفس النمط، هقلل الاوباستي بتاعته جدا، ممكن اقل على نفس الشكل الاتي ده كده. وفي نفس الوقت اللون اللي تحت ده مش عاجبني، يعني بعد ما شفت اللون التاني افضل ان انا استخدم اللون التاني. ممكن اجرب برضو السان رايز التانية دي، لا برضو مش مديانا النتيجة اللي احنا ايه مدورين عليها، فاحنا هنضطر برضو ناخد ريز رقم 3 اهو. نعمل لير جديدة بعد ما اتأكدنا ان هي خلاص ممكن تكون مناسبة بالنسبة لنا اهو. هاخد طبقتين زي ما قلنا، احنا هنحدد ونعمل، بس قبل ما نحدد ونعمل اي حاجة هبدأ ان انا اجي كده اهو، واتأكد انه الريز مش طالع منها نفس الشكل الاتي ده كده، اللي هي خط الاضاءة خلاص طالما جاي مكسور يبقى خط الاضاءة ده هيفضل جاي ايه مكسور اهو من هنا كده، ممكن يوصل مثلا لهنا يكسر نفس الشكل الاتي ده كده اهو، نفس الشكل ده برضو. انا عندي برضو زي ما انتم شايفين هنا هتلاقوا فيه اهو تأثير اضافي على حسب التأثير، الكلام ده المفروض ما يكونش ايه موجود، لان الاضاءة نازلة ايه بخط ايه مستقيم. وهاجي برضو اسلكت زي ما عملنا اول مرة، انا كان عندي النقطة دي مش سلكتد، وهقف على الريز وهعمل كده، يعني ده بيدينا برضو التأثير الايه الاكتر. طيب هنا هاجي على فلتر وهعمل بلور، وهعمل جيسنس بلور بنفس الشكل كده، وابدأ ان انا اقلل كده اهو، زي ما انتم شايفين هتلاقوا ان هو بيسيح وبيبلند في الايه في الحاجه، فاهو كده هقلل الاوباستي بتاعته كده، انه يا دوب انا عايز حاجه بس تبين لي ان هو هنا في ايه زي هايلايت. هاجي برضو هنا اخد الفلير مثلا فلير 2، هتاكد ان انا واخد لون شديد، يعني لون فاقع مش لون حاجه بسيطه يعني. ادي اصغر اهو نفس الشكل الاتي ده كده، وهاخد سيلكت، يعني من الحاجات اللي نفتكر دايما ان احنا نعملها ان انا ارسم دايما في ايه كل حاجه في لاير ايه مخصوص اهو، مثلا هاجي كده اهو وادي بالاجزاء دي هنا كده. يبقى انا كده خلصت الايديت او البوست برودكشن بروسيس سريعه جدا للمشهد اللي انا كنت شغال عليه، بحيث ان هو يبرزنت بنفس الشكل الايه الادي ده كده. فده بقى عندي الشكل النهائي اللي انا كنت عليه، ده الشكل ده المشهد المسائي وده المشهد الايه الصباحي. وفي النهايه طبعا اعزائي المصممين لو عندكم اي استفسار او اي حاجه سيبوه لنا في الكومنتس واحنا هنرد عليكم.